بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت الدورة العادية ديال شوتنبير لمجلس عمالات الخيرات العربي عن عمل القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم. أولا يعني كان بتقديم العزاء للأسر ديال الضحايا ديال الزلزال في عدة أقاليم يعني في المملكة، خصوصا في الأقاليم الأربع اللي كانت أكثر تضررا بجنوب مراكش، يعني إقليم الحاورز، إقليم شيشاوات، رودانت ورزازات. فهو مصاب جلل، واللي أعضاء المجلس يعني كذلك عبروا على الحزن ديالهم، خصوصا أننا في الأيام ديال الحداد الوطني. كذلك بناء على التعليمات ديال جلالة الملك يعني عبروا أعضاء على التآزر ديالهم مع هذه المناطق، اللي احنا الحمد لله غادي نمشيو في هذا الاتجاه مع التنظيم مع السلطات العمومية. ما تبقى يعني النقاط الخاصة بالمجلس، فهي النقاط اللي كانت يعني عادية اللي عندها بعض التسويات ديال بعض الاتفاقيات، منهم اتفاقية ديال المدرسة والمرائب الخاصة بها، وكذلك بعض الاتفاقيات الخاصة ببعض الجماعات الترابية سواء بالمسالك أو بعض المراكز الاجتماعية اللي كيوقف على الإعداد ديالها ولا على الإنجاز ديالها مجلس عمالات الخيرات تمارا. فيما يخص الميزانية فتم التأجيل ديالها إلى دورة استثنائية. شكرا.